على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، على البال على البال. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم على البال. وكما عودناكم دائما في استضافة نجوم الشعر والإعلامي والإنشاد، ضيفنا اليوم هو شاعر وضع له بصمة خاصة في عالم الشعر والإبداع. أعزائي المشاهدين، رحبوا معي بالشاعر غالي ابن ربيعان، حياك الله أبو نايف. الله يبقيك، يا أهلا مرحبا وسهلا أبو نايف. أنا ببدأ معك من الأخير، اللي دائما ما نبدأ مع ضيوفنا بالبدايات وما البدايات. غالي، اليوم وينك في الساحة الشعرية؟ أول شيء بصراحة أنا سعيد جدا لتواجدي في قناة المرقاب، ولتواجدي مع إعلامي مميز وبرنامج ناجح، وهذا بلا شك أنه يخدم الشعر والشعراء والساحة الشعبية بشكل عام. ثانيا موجود في الساحة. غالي غالبا في الشعراء اللي في سنك، ويعني يا اما ظهر عن طريق مسابقه شعريه او عن طريق قصيده معينه، انت اخترت زاويه ثانيه، يعني اعتمدت على نفسك في البدايات من خلال نعم اخترت طريق اللي هو طريق الجمهور، طريق الساحه الشعبيه نفسها، بدون اي برامج، بدون اي يعني الطريق التقليدي، الطريق التقليدي المعروف، من خلال الجمهور، من خلال الجمهور، من خلال الأمسيات، من خلال القصائد، المنتديات سابقا، وعبر التويتر وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. أسميك من الطبقة الشعرية الكادحة اللي تعبت، يعني لأن المسابقات الشعرية تختصر للشاعر الطريق، يعني المسابقات الشعرية تختصر للشاعر الطريق، ولكنها ما هي في جميع الأحوال. نادرا ما تخدم شاعر معين أو أنها تضيف للشاعر، ان في اغلب الاوقات او اغلب المسابقات الشعريه ما تضيف للشعر شيء، تكون ماديه بحته، يعني ما تضيف للشعر شيء. بس انا خدمت الشعراء وخدمت الشعر، يعني حتى اثرت في الساحه الشعريه يعني بشكل عام، يعني بالنسبه للشعر احنا ما نهضم حقها يعني كامل، لا ما نهضم حقها، ولكن انها تاثيرها يعني او فائدتها على الشعر شيء نسبي بسيط جدا، يعني ان اغلب الشعراء لو لاحظت، يعني مثلا فيه شعراء كثر في الساحه 80-70% منهم ما خرجوا خلال المسابقات الشعريه، خرجوا من خلال الجمهور، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الانشاد. اضاف برضه اظهر ابرز كثير من الشعراء المبدعين الان في الساحه. جميل. طيب القصيده اللي قدمت غالب ربيعان الجمهور او قدمتها للساحه لا زال اذكرها، يقول هذه القصيده اللي قدمتني كشاعر. والله القصيده قصيده عنفوان قريح هي اللي قدمتني للساحه، يعني اعتبرها نقله. كانت في البدايات ولا بعد ما اخذت مشوار طويل؟ يعني لا بعد ما اخذت مشوار، بس كانت هي سببت نقله. نقله واستمريت فترة بعدها، وقدمتني قصيدة ثانية كشيلة في عالم الشيلات. قدمتني قصيدة أخرى بعد. طيب نسمع القصيدة الأولى. اللي القصيدة الأولى الهم خيل وساحة الصدر ميدان، يصهل وانا ما بين قومها وطيح، ما ترجع والياس لوح بشمان، بين الجروح عنفوانة القريحة سرى وسراني وانا شاعر انسان، اشعل قناديل الشعر واستبيحه في عيني الدنيا متاهات واحزان، وتلج من بين المعاليق صيحه مثل الوحيد اللي بلا ربع واخوان، يمسي ويصبح والهقاوي جريحه، يثور في جوفه من الجور بركان، ويصد عن مد لدينا الشحيحه، احاول انسى ما مضى قدر الامكان، وسامح المخطي عليها وبيحه، من منطلق باب التسامح والإحسان، ومن باب درء المفسدة بالنصيحة، لأن اكتشفت أني مع الوقت غلطان، صارحت ناس معي ما هي صريحة، لا تقضي الحاجة ولا تصلح الشان، ولا تترك قلوب البشر مستريحة، وصلوا في حب الذات لحدود الإدمان، وطبوعهم من حب الأنفس بجيحة، والكبر
منكر حرم كل الأديان ونفسي من الكبر. أحمد الله مريحها أعطاني الله فكر وأعطاني لسان ما يلهج إلا بالحروف الفصيحة، ثم كلام يخلي الرجل لهشان ولا سكوت يسد ريع الفضيحة. عندي ثقة لكن في بعض الأحيان الضيق بكل الفجوجة الفسيحة. أكبر خطأ ممكن يقع فيها الإنسان أنه يثق باللي يتمنى مطيح. الله الله صح سامي. صح بدنك. طبعا أبو نايف، اليوم الشعراء اختلفوا في التواصل مع جمهورهم، يعني منهم من اختار سناب شات، منهم من اختار الأمسيات، منهم من ابتعد عن السوشيال ميديا. أنت أشوفك ما شاء الله عليك يعني ماشي على كل الخطوط، يعني ماشي مع التقليدية اللي حضور المناسبات الزواجات الأعراس، ماشي على التقنية في السوشيال ميديا في تويتر أشوف لك تواجد يعني بش هل أبو نايف يمشي على سياسة معينة في التواجد ولا هي جاية كذا يعني؟ لا والله شوف أنا أمشي على شيء معين، على خطة معينة، يعني على حسب أشوف القبول من الله سبحانه. فين ما تجد القبول أو المكان المناسب اللي أنت تقدر تطرح فيها الشيء اللي عندك أو الرسالة اللي عندك تديها، التويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على تعود للشخص نفسه، طريقته في الطرح، أسلوبه، الرسالة اللي هو يحملها اللي هو يؤديها. طيب من خلالها أنا متواصل للآن يعني في ذا الموضوع. أما بالنسبة للأمسيات والحفلات الزواجات وكذا، ما هي بكل المناسبات تكون أمسيات ناجحة، ولكن قد يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء. ثاني شيء في مناسبات معينة يعني التنسيق له دور، النجوم الحضور معك لهم دور، هذه من أسباب نجاحها يعني في الآونة الأخيرة. صحيح أني أنا مستمر فيها مع أني مقل يعني في السنة حفلتين ثلاثة، ولكن أنها توصل الرسالة اللي عندي. بس ناس يقولون أنه حفلات الزواجات وهذه أنه ما تخدم كثير يعني بقدر ما تخدم المادة، يعني هو أغلب الشعراء يجي عشان المادة يعني. أما كتقديم شعر أو تواصل مع الجمهور ما في أصلا. لا أنا معك إنه قد يكون. أنت وش يجذبك أنت معلش خلنا نكون صريحين. أنت وش اللي يجذبك في الأمسيات اللي في مناسبات الأعراس والزواجات هذه إذا كان أصلا مثلا ما فيها جمهور؟ ما نلعب على بعض يعني. أيوة نعم صح. الجمهور ما في. شوف لكن المادة تجذبك؟ لا ما هو بكلها المادة. الشاشة أكيد تغطي أكيد المادة نعم المادة مع كل أي شاعر ما هو بعيب إن الواحد يبحث عن المادة، ولكن المادة في الشيء المقبول والمعقول. المادة سبب ولكن ما هو السبب الرئيسي وله الهدف يعني. جميل. الهدف لما تكون مثلا مناسبة الحفلة أو الأمسية فيها نجوم تحرص أنه يكون معك نجوم مبدعين، أو اختيار صاحب الحفل نفسه يكون اختيار موفق، اختيار النجوم اللي مطلوبين في الأمسية موجودين. جميل. أنا متواجد معهم. هذا يكون نجاح إضافة لي حتى لو بدون مادة، أنا حضر ما عندي مشكلة. ليش؟ أنه معي مبدعين وهذا شيء إضافة لي. جميل. غير كذا أنه الجمهور أكيد أنه بيحضر لأن فيه مبدعين في الأمسية معك، وهذا شيء إضافة للشاعر وإضافة للجمهور يمتعه ويدي رسالته أكيد ما في شك. جميل. طيب من خلال متابعتي لبعض مقاطعك في تويتر وأبيك أوسع صدرك عليه شوي يعني. ما في مشكلة. أنه غالي قاعد يعني يدي رسائل أو يضرب من تحت الحزام في أشخاص أو في قضايا معينة، وش اللي تقوله بالشعر ما تستطيع تقوله في الكلام العام يعني؟ والله شوف أنت وش الرسالة اللي بتوصلها؟ شوف هو الشعر رسالة بالأول. أنت وش رسالتك أنت؟ أنا رسالتي سامية نظيفة، رسالتي الشعرية واضح. لا مثلا فيه معنى فيه شعراء يعني يحارب البذخ، يحارب الألقاب، يحارب، أنت وش اللي تبي توصله من خلال يعني بعض التغريدات اللي تقدمها والقصائد؟ والله شوف أنا ما فيه موضوع معين، الموضوع المناسب اللي يستحق ان الواحد يكتب فيه انا اكتب فيه بصراحه يعني، ولكن انا ادري وش تقصد يعني بالضبط من الرساله هذه. التغريده كان سببها ناس مضيفتني في تويتر ومتابعتني وكان ما يرتبت، لا غرت بالتغريده بعد اسبوع 10 ايام تلقاها في حسابه وباسمه، يجيرها باسمه. عيني عينك. عيني عينك. فلذلك كتبت أسماء معينة معروفة. أسماء معروفة في الساحة. أسماء معروفة يعني معروفة. نسبت لهم. نسبها له، هو ينسبها له بعد. طيب أنت إيش مثيرها أنت يعني؟ ما أثرتها إعلاميا يعني؟ لا ما لي هدف من وراء الموضوع ذا يعني.
هو الخسران. انت قصيده لك يعني ماخوذه منك، افترض انك يعني او بيت بيتين ولا بيتين ياخذ لك الفكره. لذلك غردت فيها، والتغريده البيتين وصلت الهدف ووصلت للاشخاص اللي انا اقصدهم، ووقفت كل واحد عند حده الحمد لله. طيب غالي، طبعا مالك في الانشاد، مالك في المحاوره، مالك في البدايات يعني؟ لا والله الانشاد محاوره ما ما لا ولا لي في المحاورات نهائيا. طيب انت ابو نايف من قبيله حرب طبعا، وقبيله حرب يعني من القبائل اللي اشتهر فيها شعراء كبار، وسواء مستوى المحاوره مستوى النظم. انتشر اليوم ظاهره الالقاب، شاعر القبيله، الشاعر فلاني، سيف القبيله، هذه الالقاب وش تعني لك انت على المستوى الشخصي؟ والله شوف، الالقاب اي لقب انا اعتبره ما يضيف للشاعر شيء، سواء من القبيله او من خارج القبيله. ولكن نرجع لسؤالك، انه اللي في القبيله، انا اعتبر اي شاعر من القبيله مبدع فهو يمثل القبيله. يعني ما تقول انك شاعر الحرب الاول؟ لا نهائيا، ولا اعترف باي لقب في الساحه بالنسبه لي انا. اما من هو شاعر حرب، اي شاعر يمثل قبيله حرب، من حرب يمثلها تمثيل ومبدع فهو ممثل قبيله حرب. ما في شاعر قبيله حرب الاول ولا الثاني؟ ولا ما في شاعر الاول ولا في شاعر الثاني. شوف كل زمن له. طيب يزعلك يعني لو قالوا فلان؟ لا 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 لا، لو اطلقوا الناس على فلان في اساتذه اكثر من اكبر مني يعني في الشعر حرب، في شعراء حرب، ولكن ما اهضم حقه، ولكن انا ما اقدر اهضم حقوق الاخرين برضه. لا بس لو اطلق على هالاساتذه اللي تقولهم شاعر قبيله حرب، جاء واحد اطلق على واحد منهم تزعل؟ لا لا ما يزعلني، بالعكس هذا الشيء يشرفني. ما تشوف فيه سلب حق للشعر البقية؟ لا 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 بالعكس، كل انسان عنده رسالته اللي يوصلها، يعني مكانته في جمهوره في قبيلته معروفه، يعني ما حد يقدر يهضم حق اي شخص اخر. يعني لو رجعت من العصر الماضي ابو الطيب المتنبي الين عصرنا الحالي، الين يعني سعد بن جدلان، عبد الله بن زويبن، عبد الله بن عون، لو لاحظت كل هذول كلهم رموز في الخليج العربي. كل شاعر تجد له جمهور من قبيلته ومن خارج القبيلة. يعني مستحيل انه في شاعر يظهر في القبيلة او من خارج القبيلة يهمش دور شاعر اخر. جميل. مستحيل. جميل. لكل شاعر له جمهور. طيب لو عزمت يا ابو نايف في امسية شعرية، وش اول سؤال تسأله للداعي؟ اول سؤال اسأله ابي بصراحة، والله من المتواجدين فقط، احرص على المتواجدين، متواجد معي في الامسية. وش يعني من اي ناحية؟ يعني انه يكون شاعر كبير، يكون شاعر معروف، يكون شاعر؟ لا شوف انا بقول لك شيء، احيانا في الامسيات العاديه المعتاد عليها. خليني بسالك سؤال ثاني، من هو الشاعر اللي ما تتمنى انه يكون معك في الامسيه؟ ما في شاعر معين. لا صح. مواصفاته، مواصفات الشاعر اللي ما تبيه معك في الامسيه. الشاعر اللي يطلع معك في الامسيه مثلا وهو ما ينتمي للشعر بصراحه، يعني يطلع يتميلح ولا عشان زينه ولا عشان امور ثانيه، يعني الواحد ما يبي يتطرق لها في اللقاء احتراما للمشاهدين. ولكن انه اي شاعر ينسب نفسه للشعر هو ما ينتمي للشعر. طيب هذا انا ما اتمنى حضوري منه. لو منشد طيب وكذلك المنشدين نفس الشيء. لا بس في شعراء يقول انا اول سؤال اساله اني ما ابي منشد معي. لا بالعكس، يقول لان المنشد له جو وانا لي جو. يعني بالعكس، انا المنشد اعتبره في الامسيه اضافه، لانه يؤدي رسالته برضه الانشاديه. واي انسان مبدع سواء منشد او شاعر معك في الامسيه فهو اضافه لك ويمتع الجمهور وياخذ دوره. يعني انا لو انا اجلس على كذا انا اجي لحالي في الامسيه خلاص ابطل، ما هو معي حد. لا معك ثلاثة شعراء مثلا يعني بس يقولون اذا كان شعراء بس الثلاثة شعراء، لما يكون في منشد واحد افضل يكاسمك يشاطرك الامسيه، يشاطر ذوق الناس. والانشاد الان يعني اخذ مساحه كبيره في الساحه. جميل. وصار وسيله من انتشار الشعر. يعني وصار وسيله. لا المنشدين يستغلون الشعراء مساكين. كل الجو عليهم. طيب احنا نتكلم عن الامسيات وعن الفعاليات، هل فعلا عندنا امسيات، عندنا فعاليات، عندنا حركه شعريه منظمه بمعنى صح يعني؟ والله ولا كلها اجتهادات؟ لا هذه اغلبها اجتهادات فرديه، حتى اللي تصير على مستوى المناطق والمحافظات والامارات والمناطق. ما فيه امسيات او حفلات برامج شعريه معينه، يعني ملتقيات كبيره الا اجتهادات فرديه كلها، يعني او مهرجانات صيفيه مثلا. لكن ما فيه شيء مرتب معروف كل سنه، يعني تاريخ الجدول هذا اليوم في المكان الفلاني كذا كذا، امسيات بجدوله ما فيه، يعني زي مثلا امسيه دبي الجنادريه زي كذا، مهرجان هاله فبراير ما في عندنا في السعودية. ما عندنا يعني كثير، ما في للأسف.
على حسب المزاج؟ على حسب. وهل فيها انصاف على مستوى الدعوات؟ أبيك تكون معي صريح يعني. لا صراحة لا. وش اللي يحكمها طيب؟ والله ايش بيحكمها العلاقات. ما شاء الله علاقاتك كويسة ورجل أعمال يعني المفروض تضبط امورك يعني. انا ماني رجل اعمال هذه مشكله تضرني ذا الشيء بالله. طيب علاقات اكيد لها دور في كل شيء في الحياه. العلاقات لها دور. تحاول انت انه فعلا يكون لك شله يكون لك علاقات في الوسط الشعري يعني ضبط نظام الشلليه ما تخدم اي في اي مجال سواء الشعر ولا غيره. ولكن العلاقات دائما شوف أغلبية الشعراء يكون صادقين. إحنا بصادقين. تدري يعني أغلبية الشعراء فهم في الساحة شعراء بلا مرجل للأمان. في إذا كان الحرص الواحد. ترى هذا تصريح قوي ترى. الأغلب إلا من رحم الله يعني كل أهلي تلاقيهم نخبوية يعني للأمانة. وهذا الشيء مو أنا أقوله كلن يقوله يعني. شون يعني بلا مرجل يعني؟ يعني أغلبهم شعراء والله يعني ما أدري وش أقول بس أقول يفتقدون رجل يفتقد المصداقية. رجل في غيرة، رجل في الحسد، رجل ما عنده مصداقية في الحياة، رجل تجي تدق باب ما يقولك تفضل، رجل أهم شيء عنده الإعلام في الحياة، رجل يبي يوصل بأي طريقة إن كانت، التسلق على الأكتاف، هذه كلها يعني ما هي من هذا الرجل. هذا كلام أكيد إن أكيد فيه مواقف يعني حصلت معك. لا ما هو مواقف أنا من واقع يعني أنا أشوف. معايشة يعني. أيوة يعني أنا شفت في الحياة وكثير ناس يحكولي عن هذا الشيء من سبقوني في المجال ده نفسه أكيد إنهم يدرون عن هذا الشيء. يعني. طيب خليني بس نرجع للسؤال هذا، السؤال ترى دسم شوي. طيب نرجع له بس نبي نسمع عشان الوقت ما الطيب شيخ وبيشتهي اسمان الافعال تفخر به قروم الرجال وتباها مكرم اسبال وتكرم العين اسبال وتحفظ به وجيه المكارم حياها تدمح لها الزله على كل الاحوال والناس بين طيبها من رداها شمس الضحى لو كانت تحجب بغربال مشرق على وجهها البسيطه ضياها صديت عن الناس انتباهها وتختال وعندي مثل لحظه زعلها رضاها للطيب للفعل نقال للقاده وللقول نقال ومنها للفعل نقاده وللقول نقال ومنها حسب للعاقبه ما نساها لو طالت الطرقه مسافات الاميال احدد الهقوات وابعد مداها عيني ورا الهقوه على عزه وجلال وطاح من عيني تركتها وراها تبدل الاوضاع من حال لحال واللي نزل ما هو على مستواها راف قلي ما كفحها لسه ادفال يحميها قاوي شرحتها لا هقاها كريم شبلة ما رفع قدره رياح والمرجلة يتعب لها من نواها ما تطول شبوح البخيلين بالمال ولا تقصر يدين الكرم لو كواها مهد عطى من طيب نفسه ولو قال الله خلق كل البوس وعطاه. الله 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 صح لسانك. نرجع لأبو نايف للسؤال اللي خلاك تطلق هالكلام أو عندك القناعة هذه، إما أنه يكون موقف معين خلاص أو أنه يكون شخص أنت كتبت له قصيدة مثلا أو أنك خدمته وتنكر لك، هذا هو الشيء اللي خلاك تطلق هذه فعلا؟ لا يعني خدمت أشخاص وتنكروا لك في الشعر؟ لا أنا أتكلم عن مجال الشعر. أنا أتكلم عن مجال اللي مثلا شعراء كتبت لهم أنت وجحدوك. لا أنا ما كتبت الشعراء ولا حد طلب منك تكتب له؟ لا في ناس طلبوا مني في مسابقات وفي برامج نعم مقابل مادي ورفضت هذا الشيء نهائيا ولا كتبت لحد. وشعراء معروفين؟ شعراء معروفين ووصلوا مراحل في برامج متقدمة ولكن أنا رفضت هذا الشيء ولا كتبت لحد. معناته أنك ما كتبت لهم كتب لهم أحد غيرك يعني؟ أكيد هذا شيء راجع لهم ما أدري. كلمك شخصيا أو عن طريق وسطاء؟ نعم كلموني، في ناس كلموني شخصيا في ناس عن طريق وسطاء، بس أنا رفضت هذا الشيء نهائي ولا كتبت ولا سويت. ما كتبت مقابل مادي اني بعت قصيده او شيء زي كذا. لا طيب فزعه؟ لا ولا فزعه نهائيا. لا ممكن وجهه نظر يعني صديق انا اشاور في قصيدي ممكن اني اشاور في قصيده معينه او اني استشير قامه من قامات الشعر، هذا ما هو بعيب. لكن الشعراء هذول في مسابقات شعريه معروفه يعني؟ نعم مسابقات معروفه، مسابقات معروفه على مستوى الخليج. جوكي غالي قال اكتب لنا قصايد، كلموني وبعضهم اعرفهم وبعضهم من خلال التويتر وسائل التواصل الاجتماعي طلبوا مني قصائد معينة. وتوقع أن هذا السبب اللي يخلي الشعراء اللي يظهرون في المسابقات المشهورة هذه يختفون، أنهم كانوا يشترون قصائد؟ لا ما هو السبب في المسابقة نفسها. أنا أتكلم أنه في 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 نجوم ظهروا من خلال المسابقات معينة بعد ما انتهت المسابقة اختفوا. أيوة لأن هدف المسابقة مو خدمة الشعر، المسابقة تنسى الشاعر مجرد ما ينتهي المسابقة خلاص تهمش دور الشاعر ما عاد ترجع له.
خلاص تفكر في الجديد، فالجيل الدورة الجديدة. لا بس هذا دور الشاعر، هي قدمت للجمهور خلاص أنت واصل. لا لذلك أنا بقول لك يعني في مسابقات أنتجت 100-150 شاعر تقريبا، أكثر أكثر تعدهم على الأصابع، 10-20 موجودين، 10-20 موجودين الحاليين موجودين، ولكن يبقى المبدع هو ولا يصح إلا الصحيح. جميل. طيب قبل الفاصل نبي نسمع تغريدة. تغريدة أحد يتابعني معزه وتقدير. الله مصر على هذا. واحد يرتوت في تويتر جديدي. الله. واحد على قول المثل ما من خير يضيفني عشان يسرق قصيدي. الله الله صح الزالي بإذن الله. وبنعرف الأستاذ أنك فاصل ونرجع إن شاء الله نتواصل معك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقتنا مع الشاعر المبدع غالي ذربيعان. انتظرونا. على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، على البال على البال على البال كل التفاصيل، على البال واحلى التفاصيل، على البال والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، على البال على البال. أعزائي المشاهدين حياكم الله من جديد ونرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة والمميزة من برنامج على البال ومع الشاعر غالي ذربيعان. حياك الله أبو نايف. الله يبيك. أهلا مرحبا أبو نايف. يعني من خلال سواليفي معك قبل اللقاء أنت ماخذ موقف من الشعراء مواقع التواصل الاجتماعي وأنهم لا يمثلون واقعهم. يعني حتى كنت يعني معلش يعني ظالمة شوي عليهم، قاسي يعني هم شعراء بدون مرجلة وأنهم شعراء يعني ما عندهم مبادئ وأنهم شعراء يعني يتكلمون في أشياء غير واقعهم. صحيح. وش المأخذ اللي أنت مأخذ عليهم يعني؟ صح نعم، يعني أقول شعراء بدون مرجلة إنه الإنسان تشوف شعره ويمثل مبادئ وقيم معينة، مبادئ الرجل السوي الرجل المعتدل، ولكن يوم تيجي لشخصيته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل معه تجد شخص آخر غير ما يكتب. تكتشف أنه إنسان الشيء اللي يكتبه ما يمثل 10% من شخصيته في الشعر. ما يمثل شيء من المرجلة، يعني تلاقيه يتكلم عن أمور واجد، عن الدين، عن الكرم، عن الرجولة، عن الوفاء، ولا تلقى هذه كلها. تكتشفنا بعد السناب شات وبعد. بس هذا يعني هذا إرث تاريخي في الشعراء، يعني الشعراء يقولون ما لا يفعلون يعني. لا شوف، يعني ما تقدر تقول تحكم عليه إنه تكلم في الكرم. في مبادئ وفي قيم معينة، لكن ما هو لدرجة إنك. وش المبادئ والقيم؟ لا اللي شفتها أنت على هالشعراء. في مبادئ يا رجل. يعني في السناب شات انصدمنا في شعراء واجد تعاملهم تعامل طفولي، تعامل يعني ما أدري وش أقول، ولكن إنهم صدمونا حقيقة يعني في واقعهم وبعد التجربة في التعامل معهم أو مقابلتهم وكذا سطحيين يعني جدا جدا تنصدم معهم. ما تلاقيه يمثل واقع اللي هو قاعد يكتبه في الساحة الشعبية والساحة الشعرية بشكل عام مختلف جدا، وهذا تحفظك على شخصية الشاعر نفسه. نعم على الشاعر نفسه. طيب وكتبت في 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 الشيء هذا ولا ما كتبت؟ لا والله ما تطرقت له بصراحة. ولكن أنت لو نظرت مثلا إنه يعني أنا أشوفك إنك أنت تشوف إنه في تحامل، ولكن إيش رأيك بشاعر يعني يكتب عن المرجلة وعن الوفاء وعن الطيب وعن الكرم وعن في الأخير يروح يتغزل في زوجته ينزلها في الساحة. ما هو عيب ان الواحد يتغزل في مرته، بس يعني يوصفها يعني، لكن يدرج ان يوصفها الصدر والردوف الوجه المدريش الجمال والزين. طيب وين المرجل وين الرجل؟ وهذا شعر يعني شعر موجود في اليوتيوب، موجود في اليوتيوب، موجود في السناب شات، موجود في الانستغرام، موجود في التويتر، موجود في اليوتيوب، موجود كثير شعر ذي. طيب نجوم السوشيال ميديا اليوم اللي تشوفهم ويعني حققوا الشهرة اكثر منكم يا الشعراء واكثر من المنشدين، يعني ما تشوف انه السوشيال ميديا الان انه الابتعاد عنها في الوقت الحالي انه افضل للناس اللي يحترمون انفسهم ويحترمون شعرهم ويحترمون، لان صارت يعني تجمعك في اشخاص يعني
والله شوف سطحيين ما عندهم شيء يقدمونه. هذول يعتبرون مهرجين مفروض يتعاقدون مع ملاهي الحكير للأطفال. أنا أعتبرهم زي كذا والله، لأنه إنسان يسوي بهرجاه ويأخذ له شهرة وينتمي ينسب نفسه للشعر، وهو ما يقدم رسالة شعر ولا يقدم شيء. كلموك ناس منهم يطلبون قصائد يطلبون شيء؟ أكيد كثير من نجوم التواصل. نعم مشهورين ومعروفين ومتابعين على مليون وخمسمائة ألف. يطلب منك قصائد؟ يطلب مني قصيدة، وبالعكس إنه يرسل لي على الخاص شو رأيك في القصيدة موجودين. طيب مثل هالتصريحات يا أبو نايف ما تتوقع أنها تضرك يعني على المستوى؟ ما تضرني في شيء، أضرني بيش أضرني في شيء واقع. الكل يعني عارف إيش اللي قاعد يصير في الساحة. يعني شاعر يقول لك أنا شاعر وأنا مبدع وأنا وله شهرة كثيرة كبيرة، يعني أخذها في مجال التواصل الاجتماعي. إيه؟ مجال التواصل الاجتماعي. إيه؟ ولكن يوم تجي شعره ما تحفظ منه بيت، ما حد حافظ من قصائده بيت واحد، ولا رسالته كلها تميلح وبس، لا أكثر من كذا، وبرامج طفولية يعني. جميل. طيب وش بتسمعنا أبو نايف؟ الليلة هالبوح محشوم الكرامة حزين، ما قصر الوقت حده لين جاب أخبره، طاح القناع وبدا وجه مفارق يبين، يشين وجه اللقانة مكرمها واستره الصاحب اللي على الغرات باسه مكين، يشوف نفسه كمساء الحرام أنهره سمنت عذره لو أن العذر ما هو سمين، واحترت بين الصبر سمنت عذره لو أن العذر ما هو سمين، واحترت بين الصبر والعفو والمقدرة، بديت أشك إني الباقي من الطيبين، على كثر قد ما قدمت طيبة أخسره، وأنا تعودت في الدنيا على حاجتين، إما صديق أسره أو عدو أقهره، مساحة الصمت تشمل سكة الراحلين، على خطى مسلمة ولا خطى عنتره، وصدر الغياب الوسيع يضيع فيها الحنين من ضياع الوفاء في شخص ما قدره، صحيح ندمان لكني على الأولين اللي لهم في الفعول وفي الكلام إثرا. الله الله الله، صح لسانك وبيض الله وجهك. أبو نايف اليوم ناس يقولون أن الوصول للإعلام صار أسهل من الأول، يعني إنه الإعلام صار مفتوح الآن، إعلامك في جيبك يعني تقدر توصل للناس عن طريق التواصل الاجتماعي، تويتر، سناب شات، مقاطع. مدى اعتمادك على مثل هذا التسويق لنفسك؟ تشوف إنه الشاعر لازم يسوق نفسه بنفسه؟ هو أنا ما في شك إن الشاعر لازم يسعى ويتعب ويقدم ما عنده، ولكن ما هو ما هو ما هو ما هو مثل أول سابقا، يعني كان الإعلام محتكر. أما الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تقدر توصل للجمهور، وانفتحت شوية وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام صار انفتح فيها أكثر من سابق. بس أنت تحاول تنافس، تحاول تتواجد، تحاول؟ أكيد أنا أودي رسالتي اللي عندي أنا أطرحها. لا بس تحاول أنك توصلها لأكبر قدر ممكن من الناس، تتعب عليها. هي تجيك الناس، هي تبحث عنك. الناس تبحث عنك. جميل. هي تبحث عنك الناس. طيب لكن أنت أبو نايف ما يحز في خاطرك لما تشوف مثلا شاعر زي مثلا فلاح القرقاح، زي مثلا مستور، زي سعد بجدار رحمة الله عليه، تواصلهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو شهرتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أقل من أشخاص تافهين، يعني تحز في خاطرك هالشيء هذه؟ أكيد. شوف دائما مثل سعد بجدار ومثل فلاح القرقاح والأسماء اللي ذكرتهم هذول أشخاص مبدعين وغني عن التعريف وشعراء لامعين في الجزيرة العربية، وتواجدهم سواء تواجدهم بحسابات رسمية في الإعلام في وسائل التواصل أو ما تواجدوا بحسابات رسمية، الجمهور ينقل لهم. يعني في حسابات أنا متابعها لسعد بن جدل، تنشر عن سعد بن جدل بس مو سعد بن جدل، مو سعد بن، صحيح. فلاح القرقاح نفس الشيء، عبد الله بن زيد الله يرحمه، في شعراء ناس تنشر لهم، صحيح، في ناس كثير زي كذا، لكن الجمهور هو يتداول مقاطعك، يتداول أبياتك، يتداول شيلاتك. أنا أسمع بسعد بن جدلان مثلا قبل ما أعرف، أسمع بأبياته وشعري قبل ما أعرف. جميل. طيب المنشدين اليوم، ثورة الإنشاد اللي شفناها اليوم، الثورة العارمة، المنشدين حكايتنا معهم حكاية كبيرة. يعني أنتم افتكيتوا بالفنانين طلعوا لكم المنشدين، ورحتوا أنتم في اللفة على ما قالوا. هو دائما الشاعر مظلوم. مظلوم. مظلوم مظلوم مع المنشدين مظلومين. كيف تجربتك أنت مع المنشدين مع الإنشاد؟ خدمتك شعريا؟ والله تجربة ناجحة، أنا أعتبرها تجربة ناجحة وخدمتني للأمانة، ولكن أعترف أني أنا مكل فيها، ماني مكثر تواجدي فيها كشيلات وكذا. منشدين في أحد منشدين شارك شيلات بدون ما يستاذن منك ولا لا؟ بدون ما يستاذن مني لا، للأمانة لا. أنت ما أنت بسامح
لا لا بالعكس ما فيها شيء، هو من حقه، لكن ما في الوقت الآن الإنشاد مادي، حتى المنشدين يسعون للمادة، يسعون للمادة صحيح، وهذا من حقهم يعني. بس الشاعر مظلوم يعني، الحين قصيدة تلقاها مثلا أفلام الشعر، حتى الشاعر يسعى للمادة نفس الشيء، عنده يسعى للمادة حتى الشعر. الشيرة اللي سكار لك فيها تعاون وحققت يعني مشاهدات عالية، هو تمر السنين مرور الأيام يا لهين. جميل، من شارة هذه؟ شارة محمد فراج ركلي. أنت ما شاء الله متعاون مع محمد فراج يعني. إي والله، شوف محمد فراج قبل ما يكون منشد قبل ما يكون فهو أخ وصديق، استاهل، ورجل، ومن الشعراء، من الناس اللي كله أنك تلقى فيهم القابلية أو التعاون معه يكون مثمر وناجح. جميل جميل، شارة هذا شارة هذا تعاونت معه، وتعاونت مع حمد الحلافي، وتعاونت مع منير القمي. جميل، تعاونت مع منشدين، وكان حلفني التوفيق في تعاوني معهم بالأمان. جميل، نسمع جرح السنين. هي تمر السنين، تمر السنين، تمر السنين ومرور الأيام يا لهين، شدابيرها بيدلو الإيمان دبرة، نعيش الحياة ونعلم كلنا مقفينا، حد يعتبر منها وحد ينخذ عبرة، نحث المطايا بين عسر الزمن واللين، لفات النجاح التجربة تكسب الخبرة، تعبنا نكررها لعل وعساها تزين، ولكن شاب العمر والحلم يا كبره، متى ما تبسمنا يمر الحزن ويبين، على محجر عيون الأمل يفرض العبرة، وراء شرحة الغالين ما نزعل الغالين، لشق الزمن ثوب الصبر نرتبه ببره، ولو جروحي الحية سببها من المقفين، اللي يعودوا كل اللي قاني على خبره. الله الله. أبو نايف، في شعراء يعني عرفناهم في الساحة، شاعر اجتماعي، شاعر غزلي، شاعر مدح، أنت وش تصنف نفسك من هالشعراء؟ والله هذه أغراض من أغراض الشعر، الشعر متعددها أغراضه، كل شاعر الشاعر يكتب في كذا غرض معين، ما هو لازم في غرض معين، غزل أو مدح أو رثاء أو عتاب أو وجدانيات، أغراض الشعر متعددة يعني. لكن أنت من الشعراء اللي عليك ماخذ يقولون إذا مدحت كثر مدح يعني في الشعر القصيدة. بالعكس، أنا مدحي قليل في الساحة ترى، يعني قصائد المدح عندي كلها يعني، ما هي ولا أمدح إلا ناس فعلا تستحق. هل أنت مع أنه حتى المدح ودك أنه يصير بمقدار معين يعني؟ كل شيء مكنن، كل شيء مكنن. أحيانا نسمع قصائد في أشخاص حطها يعني فوق حقه يعني، هل هذا فعلا أنه هذا من أحد الأسباب اللي أنا ذكرتها قبل شوي في اللقاء، إيه؟ إنه لكن كل شيء فيه تكنين في أي مجال، مو بس الشعر، في أي مجال في الحياة يجب أن يكون في 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 حدود المعقول والمقبول. جميل، واول واخيرا زياده عن حده يعني، لا اي شيء يزود عن حده ما له قيمه، والشاعر جميل. يجب ان يحترم الناس، يحترم الذائقه، يحترم الجمهور، يحترم الفكر. جميل. انا من الاسئله اللي وصلتني على تويتر، انا اعلنت قبل شوي انه راح تكون معي، واحد يقول انه غالب ربيعان من الشعراء اللي ضاع بين الجيلين، عرفت يعني، هو الان خاش مواقع التواصل الاجتماعي بيوصل رسالته للناس الكبار، عرفت يعني، بالشعر التقليدي يعني. وش رايك؟ فهمت سؤاله يعني؟ وجهة نظر، تبقى مجرد وجهة نظر. انت على اي جيل الحين، تقليدي ولا مودرن؟ ايش تصنف نفسك؟ والله ما اعرف ان في جيل اسمه مودرن وجيل تقليدي، يعني الجيل الحديث يعني، الشباب الحديث يعني. اها، لا 2016 يعني، تبي توصل لفئه الشباب بقصائدك؟ الجميع فئات المجتمع، ما فيها فئة محددة يعني. يعني هل الكبير يعني ما يستحق ان الواحد يوصل له رسالة؟ هل الصغير ما يستحق ان الواحد يوصل له رسالة؟ لا، بس انا بسألك الان، انت الان لما تكتب قصيدة في تويتر ولا مقطع في سناب شات، انت عارف اللي بيشوفوا المقطع حد اقصى 35 سنة او 30 سنة. فاكيد انه يكون موضوع القصيدة يناسب الفئة هذه. انت تعمل حسابك في الاشياء هذه؟ لا، انا اكتب على الموضوع نفسه واطرح، كبير صغير بكيف، بكيف، كلنا على حدة. لكن يعني ما عندك فئة مستهدفة يعني؟ لا، ما استهدف فئة معينة وأهمش الفئة الأخرى. أنا لأن في شعراء، صدفتهم لما سألت الفئة اللي استهدفها منهم قال فئة الشباب. قلت ليش؟ قال لي أصلا فئة الشباب هم اللي يشوفون المقاطع هذه، هم اللي يشوفون مواقع التواصل الاجتماعي، هم اللي يدخلونها. طيب إيه؟ الناس الكبار يعني ما يشوفون، يقول هذا في المناسبات وفي الزواجات وهذه يعني لهم شعر. بالعكس، هذا مو صحيح. يعني شوف أنت، شعراء المحاورة مثلا الآن عمارهم على 70 سنة 80 سنة، هل هم فئة شباب؟
لا مو فئة الشباب بس ينزلون لفئة الشباب. هم يقدمون شيء، يقدمون فن المحاورة، فن هذا الأدب، الشعر أدب وإرث وتاريخ، ما هو مخصص لفئة معينة في المجتمع، جميع فئات المجتمع سواء أطفال كبار سن نساء رجال جميع فئات المجتمع تكتب تسمع الشعر ومتذوقين في كل الفئات. طيب وش رأيك في اللي يقول بعض الشعراء ينطبق عليهم من لا حيلة بالإحتال؟ من لا حيلة في الإحتال يعني بعضهم عنده مادة يستخدمها في تسويق نفسه، وبعضهم عنده وسامة يستخدمها في يعني إيصال رسالته. وش رأيك إنه الشاعر يستخدم كل أدواته الموجودة عنده في إيصال رسالته؟ يعني هذا حق مشروع له يعني، ليش أنت توقف ضد الشيء هذا يعني؟ أنا ماني واقف ضده، أنا واقف ضد إنك أنت ما عندك شيء تقدمه، أنت مبتلي الشعر بنفسك، أنت ما تنتمي للشعر بصلة. يعني شاعر مثلا أنا بقول لك حاجة، يعني شاعر معروف في الساحة، توفى سعد بن جدلان الله يرحمه ويغمد روح الجنة، وسعد حي ما مدح سعد ببيته، يوم توفى سعد رثى سعد بقصيدة مكسرة، هل هذه مثل الشعر بصلة؟ يعني سعد محتاج قصيدة مكسرة ترتيبه مثلا شاعر عبد الله بن زويبن، شعراء موجودين في تويتر قصائدهم موجوده يرثي رمز قصيدة، ليش ما تسميها تجارب شعريه؟ لا لا ما هو تجارب، هم شعراء ومتواجدين ومتابعينهم واجد يعني في الانستغرام والسناب، بس عندهم ما في مبدا التسلق على اي شيء. طيب مين الفلتر لهذه الاشياء كلها؟ وين الفلتر؟ الفلتر الجمهور والذائقه، هي اللي راح يجي يوم من الايام تتفلتر الساحه ويعيد الترتيب. طيب بدنا نسمع بعدين نرجع لاستكمال حديثنا. تكدست فيها جروح الصداقه ما عاد باقي متسع للعلاقات، كني لطعنات الغدر والحماقه صندوق مسنوع للحفظ على امانات، كم من صديق اقفى دهاني افراقه، وكم من صديق اقبل عزايا التنهات، حلم المعاك اجتاز صمت لعاقه، وانا عجزت اجتاز بالصمت الأصوات، سويت لي مرة مروفة لياقة، وتعبت 5 سنين من 5 خطوات، وهديت للواقع من الطيب باقة، وحمني أثقل من جبال السراوات، والرجل شرهاته على عظم ساق، ولدقت له الأحلام غير الملذات، العمر رحلة والنوايا بطاقة، والوقت مثل أرشيف حفظه الملفات، والفكر له قدرة وللجسم طاقة، وبعد النظر سلم درجها القناعات، صبرت مير الصبر مرا مذاقه، ومر من طعم الصبر جلدته الذات، ما لزمن في الوضع كله علاقه، المشكله متلوفه والمروات، وش عاد باقي من حقوق الرفاقه، ونسمع الحيين تغتاب الاموات. الله الله صح سالك، بيض الله وجهك. ابو نايف، وانت اليوم داخل مواقع التواصل الاجتماعي يعني لانها هي الان هي يمكن الوسيله الوحيده، ما تشوف انه قل الاقبال على مثل هالمواقع لأنها فعلا صارت تجمع الصالح والطالح؟ يعني والله شوف، الشعر بشكل عام الآن، الساحة الشعرية بشكل عام فيها تخمة شوي، تخمة شعرية جدا، وهذا الشيء اللي نفعت وأضرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي في نفس الوقت. شلون أضرت؟ المبدعين بظهور المستشعرين عليها، وخدمت اللي ما هم المستشعرين في نفس الوقت، لهذا صار اختلط الحابل بالنابل في الساحة. طيب مواقع التواصل الاجتماعي صارت استنزفت الشعراء توقع؟ لا ما اعتقد. يعني انت الان اغلب شعرك تغريدات يعني الفتره الاخيره يعني؟ لا، تغريدات من ابيات، ابيات من قصائد. انت تغرد بالابيات من قصائد؟ من قصائد، وصرت في الاونه الاخيره ارتبت الناس بس يغردوا لي ابيات يعني. ما صرت اغرد واجد كثير. يعني تشوف انه فعلا انه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيها ركود جدا؟ ركود في الساحة بشكل عام. إن شاء الله الناس رجعوا للشاشة. أي أكيد إن شاء الله. طيب وش بتسمعنا يا أبو نايف عشان بس الوقت؟ أكيد أنا وياك صعب نتفاهم. الفرق في التفكير والحال والمال. يوم عذر بأهل الطيب مخطي وواهم، يزور راعي الطيب والطيب ما زال، الناس فيهم ناس معهم عليهم، لا قاضية لازم ولا ساترة حال، لا لاحظ الراق القنوف بسماهم، جسيلها يلطم من الحال، من الجال للجال، الأول مراجل ملك لأهل الدراهم، كان الفقارة ما طلع فيهم رجال. الله الله صح لسانك، بيض الله وجهك. في النهاية أبو نايف ودي أسمع منك 3 رسائل وبيك تقدمها بكل شفافية. الرسالة الأولى لجمهورك، الرسالة الأولى الثانية لنجوم
التواصل الاجتماعي الوهميين، والرسالة الثالثة للشعراء المستشعرين. والله بالنسبة للجمهوري أقول لهم أنتم الركيزة وأنتم الدعم الحقيقي لي، وإن قصرت فاعذروني والله يجملنا واجعلنا على الأقوى. جميل. الرسالة الثالثة يا أبو نايف للمستشعرين ايش تقول لهم؟ رسالة للمستشعرين أقول لهم دعوا عنكم الأدب، لو الشعر رجل لرفع عليكم قضية في حقوق الإنسان وقتلكم. الله المستعان. طيب احنا في نهاية اللقاء نشكر لك حضورك أبو نايف، شرفتنا أنا إضافة لنا وإضافة للمشاهدين. أنا أشكركم على الاستضافة، وأنا سعيد جدا بتواجدي من خلال شاشة المركاب، وهذا شيء بصراحة أنه أعتبره إضافة لي أنا. شكرا لك، وأنت كنت إضافة جميلة أبو نايف لنا في هذا المساء. شكرا لحضورك. شكرا لك. والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. اللقاء يتجدد بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلت حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، على البال والحن والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل.